أقدر لك قدرا. يا فندم أنا سؤالي واضح وصريح لحضرتك، عندك نصوص في القرآن وأحاديث في السنة بيتخذها الإرهابيين سبب ومبرر وحجة وذريعة على أعمالهم الإرهابية. السؤال، لماذا لا يتم تنقيح النص؟ طب أني يعني إن كان السؤال هكذا، أن ننقح القرآن أم ننقح حديث الأحاديث النبوية؟ أنت بحرك أهل العلم بقى، مش أنت أهل الذكر. القرآن، القرآن لا ينقح. ماشي. والأحاديث يعني ناخد آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم ونمشي نقتل في بعض يعني؟ إذا قلنا أن القرآن توقف فاقتلوهم، هذا كلمة حق يراد بها باطل. وإن قلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعيه امرأ فأخذه بالظاهر، فهذا ليس خطأ الحديث، ولكن خطأ من قرأ الحديث أو درس الحديث أو درس الآية. عندما تقول مثلا، أنت مش عندك حديث بيقول جعلت رزقي تحت ظل رمحي، موجود في البخاري؟ حلو. هل هذا افهمه ازاي يعني؟ حلو. جعلت رزقي تحت ظل رمحي، كلام ايه الفهم بقى العجيب في الموضوع ده؟ لا، هذا يا صديقي، اتفضل، ولجميع اصدقائي، ماشي، الاحاديث النبوية والقرآن الكريم لها وعي وإدراك. وهنضرب مثل ولله المثل الأعلى، مين فينا يعرف يفك إشارة مورس؟ مش كتير. هو مش الإسلام ده للناس كافة؟ طب ثانية واحدة، وأرسلناك رحمة للعالمين، وإحنا هنفك الغزو الخاصم يا شيخنا؟ أيوة طبعا، مش المفروض القرآن ده واضح والحديث واضح؟ واضح. هتقولي شفرة مورس؟ واضح لمين بقى؟ واضح لمين؟ اتفضل. السؤال ده حلو قوي، جميل وجميل، وسؤال شيق، وانا كنت مستني اسمعه. اتفضل. طبعا يقول لك ايه، وما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، القران واضح والسنه واضحه. انا المفروض اول ما اقرا الكتاب واقرا السنه انا مش محتاج اسال حد. طيب صح كده؟ ماشي، تمام، اتفقنا. طب دلوقتي انا هسال السائل ده سؤال واحد، هتقولي ايه في قول ربنا تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يعملون؟ ايه هو الران؟ وايه هو اللي ران على قلبك؟ ما انت كتير والدك بيقول لك ما تسهرش وبتسهر، هل كلام والدك مش واضح؟ يقول لك يا فاشل، هل ايه اللي بيخلي ناس تاخد الكلام الواضح وتتصرف وتقتل؟ ده للمره المليون، للمرة 13 مليون، الموضوع يا أهل الله مش في الكتاب ومش في السنة، الموضوع عوامل نفسية، عامل نفسي. أنت عندك رواسب نفسية، واحد كان نفسه يطلع ضابط طلع أمين شرطة، فماشي في الشارع وهو أمين شرطة عايش في دور إن هو ضابط. تقدر تقول العيب في منهج كلية الشرطة، ولا العيب في ضباط الشرطة، ولا العيب في نفسيته هو؟ العيب في نفسيته هو. طيب اخر سؤال لحضرتك علشان المناقشه بتاعتنا دي طولت شويه، العيب في النص ولا في فهم النص ولا في تطبيق النص؟ العيب في الجزئين الاخرينيين، في فهم النص وتطبيق النص. تمام، بس كده، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.